إمام الأمة مهديها يا غايب وانت هاديها سلام الله عليه اليوم وباشر صولتك بيها ويعود الدين مثل ما كان وكل بدع انت ماحيها وسلام الله على الراكب سفينة الرب من جيها محمد قائد الأمة وعلي مهلك أعاديها وحسن وحسين ريحانة من الزهرة الحزنانة وأيمه في البشر تسعة بهداهم صار ممشانة إمام الأمة مهديها يا غايب وانت هاديها. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد. إخواني الأعزاء، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأتشرف بالمشاركة في هذه الليلة المباركة، كما أشكر الأخوة الكرام على إتاحة هذه الفرصة. طبعا مشاركتي ستكون بقصيدة بدوية، فأرجو أن تنال إعجابكم، وهي في مدح النبي وآله، ثم نعرج بها على الحجة المنتظر عليه السلام. سبحانه الله بالكرامة خلقنا، سبحانه الله بالكرامة خلقنا من طين كلنا بقدرته وما تركنا. يا بادع الأفلاك رافع سماها أدعوك ربي تستجيب لطلبنا، أدعوك يا رحمن تكشف بلانا، بجاه النبي المبعوث رحمة لجلنا، محمد نبينا خير من داس على الحصى وبطلعته يوم الحشر تشفع لنا. محمد نبينا خير من داس على الحصى وبطلعته يوم الحشر تشفع لنا، هو هدي الأمة على الدين والتقى، هو في المعاني أحسن الناس معنا، هو هدي الأمة على الدين والتقى، هو في المعاني أحسن الناس معنا. وليه من ذكرت اسمه صلوا وسلموا، محمد وهل بيت عزنا وفخرنا. محمد وآله ما عدا الخلق دونهم، من جانا همه في البحر لغرقنا، لا سيما ذاك الفتى اللي تهابه وحوش البراري بنظرته والعفرنا، والفتى أعني سيد الناس قاطبه حيدر علي، ما شفنا مثله وسمعنا، صقر إذا حلق وليث إذا زأر، تهابه الشجعان بالخوف تفنى، يطير الشرر من عينه وسط الحرايب، وفي مسجد يبكي ويخشع بونا، حنا نواليه ونحب اللي يحبه واللي يعادي تراه عدونا، حنا نواليه ونحب اللي يحبه واللي يعادي تراه عدونا، نتمسك بحبل الولاية ونعترف بأن الوصي بعد النبي ما تثنى، ومن بعد أولاده أيمه نودهم بالحب يشهد قولنا مع فعلنا، ومن بعد أولاده أيمه نودهم بالحب يشهد قولنا مع فعلنا. أولاد النبي ذولا وحبهم كرامة، وكل مبغض ليهم فلا يشوف جنة. الحسن أولهم، الحسن أولهم إمام على الهدى، نجيب كريم شهم في كل معنى، يشبه الجدة سيدا في مهابته، على الحق في حربه وفي الصلح منا، والحسين فرحة ودمعة في قلوبنا، والحسين فرحة ودمعة في قلوبنا، للضيم ما يركع أبد لو تعنى، عبره وعبره للذي ثار وانتصر، علم الناس العز بسلوب فنه، ودم على التربان لا زال مستمر، اليوم القيامة مستمر ويا دمنا، ودم على التربان
لا زال مستمر اليوم القيامة متصل ويا دمنا وتسعة من أولاده أيمه نودهم آخرهم اللي يستعيد الشفر شرفنا. صلوا على محمد وآل محمد. وتسعة من أولاده أيمه نودهم آخرهم اللي يستعيد الشرفنا مهدي الأمة رافع اللي عراها في غيبته أمر عظيم انتظرنا حنه جنودك ما نهاب المنايا حنه جنودك ما نهاب المنايا وبنصرتك كلنا ترانا نتمنى عجل ادركها شيعتك مستضيمة العدوان كل صوب عليها تجنى عجل يا ابو صالح وارفع رايتك تشوف الذي يرضيك طيب فعلنا حنا هل الشدات رمز الشجاعة يوم الوغى منهاب لو سال دمنا حنا هل الشدات رمز الشجاعة يوم الوغى منهاب لو سال دمنا نرفض الباطل ما نبالي وحقك والذل لا والله فلا نطعمنا حنا ليوث الحرب ليه من برزنا حنا الدمع عدنا إذا سال حنا نرفض الباطل ما نبالي وحقك والذل لا والله فلا نطعمنا حنا ليوث الحرب ليه من برزنا حنا الدمع عدنا إذا سال حنا هذه عقايدنا وهذا شعارنا هذه عقايدنا وهذا شعارنا طول الدهر للجور لا ما ركعنا وهيهات تحيا بالمهانة نفوسنا وهيهات نركع غير للي خلقنا عرفنا طعم العز من أهل الوفا آل النبي المختار منهم أخذنا الدين والعلم والشرف واللي أخذ من غيرهم ما له معنى منهم أخذنا الدين والعلم والشرف واللي أخذ من غيرهم ما له معنى هم القدوة وإحنا نتبع خطاهم في كل أمر في من كل أمر في أمور تهمنا وإحنا نحب العلم وأهلا وناسا منهم رجال أبطال هم سندنا وإحنا نحب العلم وأهلا وناسا منهم رجال أبطال هم سندنا كالشيخ أبو سامي عزيز ووافي أصله كريم وملتجانا ببلدنا وإحنا نحب العلم وأهلا وناسا منهم رجال أبطال هم سندنا كالشيخ أبو سامي عزيز ووافي أصله كريم وملتجانا ببلدنا عزيمته صلبة وتشهد مواقفه عزيمته صلبة وتشهد مواقفه عند الصعايب ما تزلزل قدمنا ما تهز ريح ولا تغر مناصب ولا الأمور التافهة تشغلنا الله حباه بفكر عالي وثابت في الحق ما يبالي ولا خاف منا يا رب عسى تخليه ذخرا وسالم يبقى لنا عز وفخر في وطننا يا رب عسى تخليه ذخرا وسالم يبقى لنا عز وفخر في وطننا والختم صلوا على محمد وآله اعداد ما هلت سحايب مطرنا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد نشكر الشاعر ياسين البنا ونتمنى إن كان لديه مخزون آخر أن يتحفنا به بعد الشعراء سواء بما أنه ينشد في البدوي أو الشعر الإعرابي إن صح التعبير فنتمنى منه أن إن كان لديه أبو ذيات في مثل هذه المناسبة سيد محمد الموسوي شمالك ململم بسمتك وضحكتك ليش بزعلها ملفلفة سيدنا بنبض قلبك يا محمد رافضانا شافكرك أحبا آل مياه
نعود للشاعر ياسين البنا ليتحفنا بمقطوعات قبل أن نتوجه إلى سيد محمد الموسوي فليكون على استعداد. تفضل. السلام عليكم مرة أخرى. أنا بصراحة لأول مرة أشارك بهذه الطريقة فلذلك لم أكن لست مستعدا، فأنا يعني اعذروني، فقط الطريقة التقليدية كنت إذا ألقي قصيدة على المنصة خلاص يعني، لكن احتياطا جبت قصيدتين هذه اللي ألقيناها لكم وقصيدة أخرى، فأرجو أن تكون هذه آخر مشاركة لأني لا أحفظ من الشعر للرواية. صلاتي على النبي شمس الهداية، وسلامي عليه نور من البداية، أبو إبراهيم هادينا ونبينا بالتوحيد مرسول العناية، وعلى أهل البيت آل النبي محمد وسيدهم علي الكرار آية، هو اللي بنى الإسلام بيده، علي بنار الحرب شايل الراية، وعلي بنت النبي وعلى بنت النبي الزهراء فاطم رضاها من رضا رب البرايا، زهرة من نسلها شعة أنوار أيمه للبشر حتى النهاية، زهرة من نسلها شعة أنوار أيمه للبشر حتى النهاية، وسلامي على الحسن صاحب الجود إمامه بالألم قاس البلايا، وأخوه حسين من اسمه نحبه شهيد الأمة في أعظم رزايا، وأئمة حق تسعة من بعدهم نواليهم وحبهم أسمى غاية، آخرهم المهدي نور الكون غايب ينتظر أمر بعناية، آخرهم المهدي نور الكون غايب ينتظر أمر بعناية، يا مهدينا الفرج طول علينا، يا مهدينا الفرج طول علينا، يمتى تظهر وتنشر الراية، صبرنا طال يا المهدي وترانا، شربنا المر علقم ويا ماية، إمامي استضعفونا وإحنا قوة، إمامي استضعفونا وإحنا قوة، نهز الدنيا منها بالمناية، ودمنا ينسفك في كل بقعة، ودمنا ينسفك في كل بقعة، عراق اليوم يشهد بالضحايا، في كركوك في البصرة والطفوف دمانة تسيل ما نعرف نهاية، وبالعمارة وسوق الشيوخ والكوت وبعقوبة والنجف في كل ولاية، معروف السبب سيدي معروف، ما احتاج افصل هالرواية، شيع السبب احنا وخل عدانه يذبحونه ولا نعوف الولاية، معروف السبب سيدي معروف، ما احتاج افصل هالرواية، شيعة السبب احنا وخل عدانه يذبحونه ولا نعوف الولاية، ولاية حيدر وبالروح نفدي، ولاية حيدر وبالروح نفدي، هو وعترته اعظم هداية، خل يسمع العالم هالحكي زين، نوالي الباري الله في البداية، ومحمد نبينا وهل بيته حماة الدين تشهد كل آية، نعم شيعة نقدس دين الإسلام وحب الوطن عدنا أسمى غاية، وللظلام دوم احنا نتصده ولا تهمنا شعارات الغواية، عرب احنا ونحب الخير للناس ولا نسمع لأبواق الدعاية، عرب احنا ونحب الخير للناس ولا نسمع لأبواق الدعاية، عزاز احنا ولا نقبل مهانة، أخذنا العز من أهل الهداية، مراجعنا قمم في وجه الأعداء، ساده من نسل خير البراية،
ومرجعنا السيد علي المشهور سستاني تحفظه من البلاية ويا رب تعود ويا رب نعود في كل سنة وكل عام نعيش افراح بهالماتم هداية ونعيش ان شاء الله احباب كلنا المرخ وكل اهلها في البداية وسلامي في الختام اهدي اليكم وصلاتي على محمد في النهاية. اللهم صل على محمد وآل. اعذروني عن اي تقصير سامحونا ان شاء الله. احسنت ايها الاستاذ العزيز ونتمنى لك دوام الموفقية. قبل ان نذهب الى سيد محمد سيدي صاحب العصر رفقا بنا بالعالم المتشرد بتنهدات الفجر ان تتنهدي رفقا سماء الشوق بعض سقاية خفاقة تحيي الجفاء بموعدي رفقا فكل العاشقين توضأوا لصلاة لقيا تستفيق من الغد خلابة تلك المواعيد التي تحيا